هدفين مقابل هدف وحيد، والنهارده كمان كان عصر اليوم تعادل ايجابي 1-1 في لقاء في يوشن امام طاهر محمد. طاهر انطلق، راح طاهر لسه مع الكره، طلع اماميه لحمدي فتحي بعرضيه خطيره وجمله حلوه وعرضيه من طاهر، ولكن التغطيه الدفاعيه اماميه محمد شريف والسنده لحمدي فتحي، الباصه جميله منتهى الخطوره عبد القادر، ولكن الدفاع والتغطيه الدفاعيه روعه من محمود قعود، ولكن في صفاره كابتن احمد الغندور ورايا من المساعد الثاني وهو الكابتن سمير جمال. تسلل لصالح نادي محمد شريف، شريف مع كره، شريف سندب لمروان عطيه على الشمال، جميله جدا جدا عبد القادر والاستلام والمهاره، لسه عبد القادر مع كره، عبد القادر احمد عبد القادر ناحيه على طول اليو ديانج، انطلاقه الامام من ديانج لكوكا، لديانج مره ثانيه ترجع تصل لحمدي فتحي، خطير حمدي والمتابعه عبد القادر والتصويبه القرباجيه ولكن بعيده عن المرمى، تصويبه قويه مفاجئه ولكن بعيده لسه هلال ولسه صلاح، والمخالفه لصالح نادي البنك الاهلي، محمد هلال والضربه حره مباشره، هلال وعاصم صلاح، عاصم عرضيه ولكن عاوز يحطها في المرمى، شكلها حلو مرمى الاهلي، هدفين فقط لغير باقدام كل من محمد هلال وكريم بامبو، لمسه على اليمين تصل طاهر محمد، طاهر لم كورته حلو، عدى حلو ديانج والمهاره واللمسه، حمدي فتحي خطير ولكن الدفاع ممتاز من عاصم صلاح، متابعه بتصويب ولكن يمسكها بامتياز جاباسكي، يتالق 16 من بدايه الشوط الاول، اليو ديانج طولت منه تصل اسامه فيصل، اسامه على الارض، محمود السيد لاسامه، لمسه حلوه على اليمين خطيره منتهى الخطوره، نصر منسي مع الكوره، منسي الخطير والسنده منتهى الخطوره تصويب الهدف، ولكن تعدي يا الله يا الله خطيره جدا مش ممكن، ولكن تصويبه تعدي دوب جوار القائم الايمن لمحمد الشناوي، ادي نصر منسي وسنده حلوه وتصويبه على طول بالقدم اليسرى بقدم محمود قعود، ولكن تعدي يا ساده بسلام وامان على مرمى احمد نبيل كوكا، كره طوليه لحمدي فتحي، حمدي فتحي بيطلع وبيزيد لقدام بيعمل الدور ممتاز، محمد عبد القادر لسه عبد القادر والتحضير للاعبي النادي الاهلي، احمد عبد القادر والكره الطوليه حلوه الامام ولكن يمسكها بسهوله الحارس محمد ابو جبل، على كورته تصل لاسامه فيصل، لمسه هلال راسيه حلوه من ناصر منسي على اليمين تصل محمد هلال منتهى الخطوره، هجمه منظمه وجمله جيده بعرضيه خطيره عاليه فوق الراسيه من ناصر، ولكن الالتحام بدفعه وصفاره وفاول، لسه حتى الان مباراه متوسطه، لسه حتى الان المتعه والجمال والاثاره نبحث عنها حتى الان في بعد مرور نص ساعه، عبد القادر والمتابعه والتصويب والصد الحلوه خطيره والهدف، جول 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 جول، الهدف الاول المخيف رجع مره ثانيه يسجل اهداف، يمتع الناس يسعد الناس، محمد شريف يا لطيف يا لطيف يسجل الان الهدف الاول، هدف التقدم في الدقيقه 31 من زمن الشوط الاول، الهدف هذه العاده مره ثانيه، الباص جميل والتحرك روعه من عبد القادر، ولكن الباصه حلوه من ديانج، وادي المهاره وادي المهاره وادي العرضيه من مروان والتصويبه والصده ثم المتابعه، المتابعه بقدم محمد شريف عشان يسجل الان الهدف الاول، هدف التقدم للنادي الاهلي والهدف الخامس لمحمد شريف في الدوري المصري في هذا الموسم، هو ملك ومتخصص في هز شباك مرمى البنك الاهلي، كان هو صاحب هدف الفوز على البنك الاهلي، هذا الكلام في الدور الاول في الموسم الماضي، والنهارده محمد شريف يسجل حتى الان هدف اول، هدف وضربه حره مباشره بعرضيه خطيره راسيه حلوه من حمدي فتحي، ترجع ورا اسحاق يعقوب والسنده لهلال اماميه، تصل لي على طول كوكا وقطعه من محمود الجزار على اليمين اسحاق يعقوب، كره طوليه خطيره محمود السيد بعرضيه ودفاع ممتاز من ربيعه وتصويب ولكن بدون عنوان بقدم محمد البترولي، ربيعه يطلع كورته عاليه، تعادي محمد شريف، تترد مره ثانيه من اسامه، دربكه مروان، ولكن حكم اللقاء قال لك في فاول من الاول على محمد شريف، تلعب بسرعه المخالفه،
تلعب بسرعه المخالفه. وادي في بطاقه صفراء الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي للاعتراض. انذار لسيد، اعتراض بكابتن سيد على حكمنا، على احمد الغندور حكم مباراه اليوم. انذار، بطاقه صفراء النهارده في المباراه، والبطاقه الصفراء من نصيب الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي. في اعتراض على اللعبه الماضيه بعد ما قطع كورته طبعا عبد القادر. عبد القادر والهجمه على الشمال، لما كورته حلو، عدى حلو عبد القادر، خطيره ولكن اتاخر فيها وطلع كورته اسامه ابراهيم لاسحاق يعقوبو. اماميه الكره الطوليه ناحيه عاصم صلاح، عاصم وساندا لاسحاق يعقوب، خطيره بعرضيه ولكن فاحضان رامي ربيعه، مروان عطيه، لسه مروان، مروان طبعا في اول مشاركه ليه كاساسي مع الاهلي، لمسه من كوكا، عرضيه خطيره ولكن يتالق ابو جبل ويحط هذه العاده مره ثانيه. احمد نبيل كوكا، ثم الباصه الجميله من طاهر والانطلاقه الروعه من كوكا، يلعب عرضيه تيجي في قدم محمود الجزار ولكن سرعه رد فعل عالي من ابو جبل ويحط ديب ويطلع كورته بره. طاهر، محمد طاهر، طاهر وحمدي فتحي على طول، عرضيه عاليه فوق راسيه، دفاع من اسامه فيصل يطلع كورته على طول عاليه، اسحاق يعقوب تترد الهجمه من على طول، اسامه ترجع ورا، مروان عطيه، والان حكم يصفر بنهايه الشوط الاول وتقدم النادي الاهلي بهدف واحد مقابل شيب على البنك الاهلي، هدف وحيد حسن رقم 34. وفي المقابل مشاهدينا البنك الاهلي ما عملش ولا تغيير حتى الان في المباراه على بركه الله. نبدا الان بعد ما كان في الشوط الاول باك يمين، لمسه بعرض الملعب، عاصم صلاح اماميه على الشمال تصل لاسحاق يعقوب، الكره الطوليه خطيره، ناصر منسي مع الكره، ناصر لسه الاستلام، لسه المحاوله الهجوميه للبنك الاهلي للكعب، ولكن تسلل، موجود على المهاجم ناصر الديني، وصفارة من حكمنا الكابتن احمد الغندور الاخرج انذار وحيد، والانذار كان من نصيب. لسه مع كره رامي ربيعه اماميه عبد القادر والسند، هدي خط حلوه، باصه جميله منتهى الخطوره، خالد انطلق راح خالد ولكن طولت منه، لسه عاصم من نص الملعب فيه، رجعها ورا لمحمد ابو جبل على طول لجباسكي، كرباجيه تترد عليو ديانج والتصويب ولكن يمسكها، على طول لجباسكي. اسامه ابراهيم، والسند بطلع على اليمين، تصل لمحمود كعود، عدى كعود خطير بعرضيه ولكن دفاع 100 على اليمين محمود كعود، والعرضيه الخطيره والراسيه يطير رامي ربيعه، يطلع كورته حلو ربيعه بلمسه بتصويبه كرباجيه ولكن عاليه وطلع. لسه عاصم ناحيه اسحاق يعقوب اماميه، محمد هلال ليعقوب، والعرضيه الدواء خطيره والراسيه الحلوه من هلال متابعه من الخطوره، نصر بالتصويبه قويه ولكن بعيده على المرمى، تصويبه قويه بالقدم اليسرى لحمدي فتحي، حمد عطف الشمال تصل عبد القادر، لما كورت عبد القادر، عد عبد القادر، باصه جميله خطيره لكن قويه على طاهر ترجع في احضان الحارس محمد فخري كباك يمين. خلع فتاح عرضيه، تعاد تصل عبد القادر والسنده، محمد شريف والتصويب ولكن سهله، ضعيف احضان الحارس محمد السريع، ضربه حره وتصويبه قويه ولكن عاليه جدا، بعيده جدا جدا على المرمى للسريع، ورا لمتولي على طول ناحيه محمد الشناوي، يبني الهجمه على الارض، رامي ربيعه، على الشمال مره ثانيه، ترجع على طول مره ثانيه على طول ناحيه محمود متولي، لا ننسى طبعا غياب النجم محمد عبد المنعم كامبوس، بيغيب برضه الاصابه عن المشاركه النهارده في مباراه اليوم مع النادي الاهلي، من المدافعين اصحاب الاداء العالي واصحاب المستوى الثابت مع النادي الاهلي. استلام محمد شريف على الشمال روعه، احمد عبد القادر هوب التصويب، يا الله يا الله يا الله، لم كورته حلو وطلعت فوق العارضه وطبق ضربه المرمى لصالح نادي البنك الاهلي. عبد السليه تصل ناحيه اليو ديانج،
سريع الهجمة والباص على الشمال، تصل المهاري الحريف احمد عبد القادر، عبد القادر عاوز يعدي عده وعرضيه ولكن حطها في المرمى وتلعب بره. 500,000 يورو بالتمام والكمال. طاهر محمد طاهر، عمرو السرية على طول، محمد فخري داخل في الزحمه، جابوها تصل الاهلي طاهر وتصويبه حلوه والصده ممتازه ولكن ما جاتش في ايد ابو جبل، راح لها ابو جبل بالعرض، تصل استلام بهجمه محمد مجدي افشب، تصل على الشمال عبد القادر، عبد القادر لما كورته حلوه عدى حلو تصويبه ضعيفه، ده تردد مع قدام اسامه، تصويبه والصده الممتازه من جاباسكي ولكن والبنك الاهلي لا شيء. خروج اسحاق يعقوب ونزول اللاعب طبعا محمد بسوني، هجمه من طاهر على الشمال رائعه احمد عبد القادر، عرضيه قويه جدا تعدي محمد شريف واللمسه تترد على طول من الاقدام وراسيه اللاعب عاصم صلاح. فريق البنك الاهلي فاضل له تغيير وحيد، عمل حتى الان اربع تغييرات في المباراه والنادي الاهلي مشاهدينا عمل عبد القادر صاحب القميص رقم 9، عرضيه راسيه من بسوني تترد تصوبه قويه ولكن يمسكها بمهاره العرض الملعب خطير، دفاع ممتاز بقدم محمود متولي لديانج بيرسي تاو ستاند اب للسرية يطلع كورته حلو في المكان الفاضي، بيرسي تاو بيرسي تاو هيعدي هيفوت، لعب عرضيه حلوه خطيره افشه والعرضيه لبره ولكن التغطيه الدفاع احمد سعيد ولكن هجمه منظمه فيها رؤيه عاصم صلاح في نص الملعب عاليه، استلام من ناصر منسي احمد سعيد قويه خطيره ويمسكها بسهوله ويحل المشكله محمد الشرف. هذه مارسيل كولر مدرب الاهلي، كره الامام بيرسي تاو وفل كورته حلو تاو تاو وتصويب ولكن عاليه وبعيده لديانج، لسه ديانج قطعه مره ثانيه تصل خطيره كريم بامبو، كريم باص بعينيه منتهى الخطوره ولكن التاكلينج ممتاز وبره الملعب في الامان. بالامس لي الاتحاد المصري بالامس وقف القيد الشتوي النجم محمود كهربا والاهلي متقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. على الشمال انطلاق عن طريق احمد ياسر، لسه ياسر عدى ياسر خطيره تترد من الاقدام محمود متولي ولكن بره الملعب، بره الملعب تماس لصالح البنك الاهلي. دخلنا الان على دي احلام في العوده للمباراه في الوقت القاتم من عمر المباراه، لمسه ودفاع روعه وبره الملعب ضربه ركنيه اللمسه والعرضيه الخطيره والراسيه. الاتحاد المصري اصدر قرار رسمي قال لك كل المتداول هو قرار خاطئ، ما فيش اي قرار صدر حتى الان على اي عقوبه. احمد ياسر محاوله هجوميه ولكن الدفاع 100 100، ترجع للمالي اليو ديانج تصل على الشمال شادي حسين، لسه مع الكره شادي استلم كرته شاد عدى شادي وحكم اللقاء بالصفر بنهايه المباراه والفوز الغالي فوز اليوم النادي الاهلي على البنك الاهلي بهدف واحد مقابل لا شيء، هو فوز يعتبر غالي جدا بعد الفوز على نادي الزمالك في القمه المصريه بالثلاثه النهارده.